المشاهدون الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم الى حلقه جديده من الصحافه اليوم، والتي سنناقش من خلالها ابرز القضايا والمستجدات المحليه. والبدايه باطلاله سريعه على اهم العناوين. وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية: الكونغرس الأمريكي بصدد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، نصفهم يشعرون بالاكتئاب، ميليشيا الحوثي تحرم الأطفال من حياة طبيعية، إصابة طفل في تعز بجروح بليغة جراء انفجار لغم حوثي، إصابات كورونا المؤكدة في المناطق المحررة تبلغ 560 حالة. وفي منبر المقاومة نقرأ: الحوثيون يغلقون مكتبا تابعا للأمم المتحدة بصنعاء، الائتلاف اليمني للنساء المستقلات ينظم أول معرض كاريكاتوري إلكتروني في اليمن. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: وفاة أحد مسؤولي منظمة الصحة في اليمن متأثراً بفيروس كورونا، ميليشيات الحوثي تختطف قيادياً موالياً لها منذ 3 أشهر عقب تصاعد الخلافات بينهم، مصرع قيادات حوثية بارزة في الساحل، وكورونا تحصد القيادات المختبئة. موقع نيوز يمن أورد العناوين التالية: دك مواقع الحوثيين وإحراق موقع ثابة غرب الفاخر بالضالع، الحوثيون أغلقوا مكتبه بصنعاء وفرضوا شروطهم، جريفيث ذاهب إلى إحاطة مجلس الأمن بمشاورات إنترنت، حصاد ثقيل لجرائم ميليشيا الحوثي خلال 10 أيام بالحديدة. في صحيفة الشارع نقرأ: وفاة طبيبة سورية في مارب بعد إصابتها بأعراض فيروس كورونا، وزير الصحة: 30 مليون يمني يواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا وأوبئة أخرى. ومن الصحف العربية الشرق الأوسط: الجماعة عاقبت السكان بأزمة وقود جديدة للمزايدة بها إنسانياً، الخمس الحوثي يشعل غضباً يمنياً، والشرعية تقدم شكوى لجريفيث. وزير يمني للشرق الأوسط: لائحة الميليشيات تكريس للطائفية. موقع الحدث طالعنا بالعناوين التالية: الأمم المتحدة ترضخ للحوثيين وتنهي عمل ممثليها الحقوقي في اليمن، الأمم المتحدة تجري مشاورات مع المواطنين اليمنيين، مخاوف حول مصير المختطفين، كورونا يتفشى بمعتقلات الحوثيين. خلاصة فقهية في موضوع الخمس. تحت هذا العنوان أورد الكاتب محمد عزان مقالا جاء فيه: الخمس المذكور في القرآن جاء في سياق الحديث عن غنائم الحرب فقط، حيث قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وتفسير ذوي القربى ببني هاشم تفسير خاص ببعض المفسرين وليس ملزما لأحد. لا علاقة لخمس المعادن والركاز والثروات بخمس الغنائم، وما ورد فيها هو جزء من حديث يبين مقدار زكاة المعادن والركاز بلفظ وفي الركاز الخمس. وعليه فإن التشريعة المسربة عن الحوثيين في أن خمس ثروات البلاد خاص ببني هاشم مجرد صدو متغلب وليس له أصل شرعي، وإنما رأي مذهبي خاص. إذا صح ما يشاع عن تشريعات حوثية تمنح الهاشميين خمس ثروات البلاد بدعوى أنه حق شرعي لهم، فتلك مصيبة على الهاشميين قبل أن تكون كارثة على البلاد، لأن اليمنيين سينظرون إليها على أنها صدو على ثرواتهم بدوافع عنصرية، وهذا الطغيان إنما يعمق مشاعر القهر فتكون النقمة مفزعة ولو بعد حين. العنصرية القائمة على التمييز اللوني أمر قبيح، وأقبح منها وأسوأ أثرا تلك العنصرية القائمة على أساس ديني، مثل دعوى اليهود أنهم أبناء الله، ودعوى
بعض المهووسين من قريش أن الله اصطفاهم على أساس عرقية، حتى إن بعضهم زعم أن الله خلقهم من نور أو من طينة خاصة أودعها في آدم فكانت إياهم. أطلق إبليس نظريته الخبيثة في التفضيل العنصري وتبناها فريق من البشر رغم التحذير الإلهي بأن لا تتبعوا خطوات الشيطان، فأدخلوا البشرية في تنافس طبقي وجدل ديني ونزاع سياسي نتج عنه صراعات وخراب وظلم وتخلف دمر الشعوب وأرهق المجتمعات. للأسف لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. هل حان الوقت لتصنيف الحوثي حركة إرهابية؟ تساؤل أجاب عنه الدكتور هادي اليامي في مقال اخترنا لكم بعضا منه. رغم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منذ إبريل 2019 منظمة إرهابية دولية، إذ يعد الراعي الحصري لكل الميليشيات الإرهابية الإيرانية في المنطقة العربية ومنها الميليشيات الإنقلابية الحوثية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. اللافت أن القرار 2216 الصادر من مجلس الأمن فرض عقوبة على شخصيات حوثية بارزة، ورغم ذلك لم تصنف الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الجماعة الحوثية منظمة إرهابية مثل القاعدة وداعش. وتابع الكاتب المعروف أن غالبية الميليشيات التي تدور في الفلك الإيراني تم تصنيفها من جانب أمريكا وكثير من الدول الأوروبية جماعات إرهابية، فحزب الله التابع تم تصنيفه جماعة إرهابية وإجرامية من جانب الخارجية الأمريكية نظرا لنشاطه في تجارة المخدرات بأمريكا اللاتينية وأفريقيا وشرق أوروبا، كما أن حزب الله العراقي وميليشيات النجبة وعصائب أهل الحق وغيرهم تمت إضافتهم إلى اللائحة الأمريكية والدولية للجماعة الإرهابية بعد أن أثبتت المواقف والفرص المتعددة عدم قدرة وجديات الحركة في الانخراط بالعمل السياسي. رغم إدراك المجتمع الدولي عدم إيمان الحوثي بالسلام وبطاولة المفاوضات، إلا أنه حتى الآن لا توجد محاولات جادة لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية رغم توصية البرلمان العربي من قبل. الواقع على الأرض يؤكد أن الحوثي لا يعرف إلا طريق الإرهاب والقتل، وهو السلوك الوحيد الذي يعرفه الحوثي منذ أن كان في كهوف صعدة. لعل الأمم المتحدة تدرك اليوم أن خطأ التدخل أكثر من مرة لمنع حسم المعركة وتحرير صنعاء طوال السنوات الخمس الماضية، وأن هذا التدخل لم يحقق السلام بل أدى إلى مزيد من العمليات الإرهابية للحوثي سواء ضد الشعب اليمني أو دول الجوار أو حتى ضد المجتمع الدولي خلال استهداف الملاحة البحرية. كل هذا يفرض ضرورة الإسراع في تصنيف الحوثي جماعة إرهابية وملاحقة قاداته ومموليه ودعميه سواء كانوا دولا أو جماعات. مؤخرا أصدر أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي توصية شاملة لفرض عقوبات أكبر على إيران ووكلائها في المنطقة تتضمن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. ولمناقشة ذلك يسعدني أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد جميح الكاتب السياسي، وأيضا منير أديب المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية الدينية. نبدأ النقاش كما هي العادة بفاصل قصير ومن ثم نبدأ النقاش. أهلا بكم مجددا وأرحب بضيوفي عبر الهاتف. لو بدأت معك دكتور محمد، الخطة التي أصدرتها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري ما زالت تدرس ما إذا كان الحوثيون يستوفون معايير تصنيفهم كمنظمة إرهابية، ألا تعد الجرائم المرتكبة بحق اليمن أرضا وإنسانا وتهديد دول الجوار وخطوط الملاحة الدولية إرهابا؟ دكتور محمد جميح، إذن يبدو أن فقدنا الاتصال بالدكتور محمد جميح. إذا كنت تسمعني دكتور أديب، أنا كنت أتحدث بأن الخطة التي أصدرتها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري تدرس ما إذا كان الحوثيون يستوفون معايير تصنيفهم كمنظمة إرهابية، ألا تعد جرائمهم بحق اليمن أرضا وإنسانا وأيضا
تهديدهم لدول الجوار وخطوط الملاحة الدولية إرهابا؟ أنا للأسف هناك مشكلة في الصوت، يعني الصوت يصلني ضعيف للغاية ومتقطع، فلو بالإمكان معالجة هذا الأمر حتى أسمعك بوضوح. هل تسمعني الآن بوضوح دكتور منير؟ أسمعك ولكن الصوت ضعيف، يعني يصلني بشكل ضعيف. إذن أنا كنت أسأل حول يعني الخطة التي يريد من خلالها الحزب الجمهوري في الكونغرس دراسة ما إذا كان الحوثيون يستوفون معايير تصنيفهم كمنظمة إرهابية. أليس كل ما تقوم به الميليشيات الحوثية في اليمن وفي المنطقة يعد إرهابا؟ بكل تأكيد، يعني نحن مع هذا الصرح قلنا وما زلنا نقول أن ما تقوم به إيران وأذرعها في المنطقة هو إرهاب حقيقي، ونحن لا نفهم السلوك الأمريكي الذي ربما وصف إيران بأنها دولة داعمة للإرهاب بينما ترك أذرعها في المنطقة. وأنا أقول بملء فيه أنه ترك أذرع إيران في المنطقة ومنها الحوثيين على سبيل المثال، إذ أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقضي على الإرهاب أو أن تتعامل مع إيران فعليها أن تتعامل مع أذرع إيران في المنطقة. وأنا عندما أتحدث عن أذرع إيران لا أقصد حزب الله اللبناني أو حتى العراقي أو حتى الحشد الشعبي، وإنما أقصد كل الأذرع الإيرانية بما فيها الحوثيين. نحن نرى لكن أستاذ منير، ألا ترى بأن الحوثيين هم الاستثناء الوحيد من إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب؟ يعني حزب الله اللبناني وكذلك العراقي تم إدراجهم، بالإضافة إلى إدراج يعني الممول لهذه الأذرع الحرس الثوري الإيراني قبل عام في قائمة الإرهاب. نعم بكل تأكيد، ولذلك أنا ذكرت في بداية تعليقي أنني لا أفهم سلوك الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية غير عازمة على مواجهة الإرهاب أو أنها تبدو أنها تواجه إيران، في الحقيقة هي لا تواجه إيران، بدليل أنها تترك الحوثيين يفعلوا ما يفعلوا، وهو تهديد حقيقي ربما للأمن والسلام الدوليين على الأقل في المنطقة، وتهديد للملاحة البحرية حتى في باب المندب، فضلا عن دعم لي دولة الخميني والخامنئي في إيران. وهذا يصب في فكرة دعم الإرهاب العالمي أو المعولم عبر الحدود والقارات، وبالتالي على المجتمع الدولي إن كان صادقا في مواجهة الإرهاب أن يواجه الإرهاب بأشكاله وصوره المختلفة سواء السني أو حتى الشيعي، بدءا من القاعدة وداعش والإخوان وانتهاء حتى بالحوثيين وحزب الله وغيرها من الميليشيات الشيعية المتطرفة. وسلوك إيران، يعني هناك حتى سلوك بعض الدول ولا يختلف عن سلوك كثير من التنظيمات المتطرفة، ومنها إيران والدوحة وأنقرة ودول أخرى ربما تدعم الإرهاب بشكل خفي ودول أخرى تدعم الإرهاب بوضوح. وأعتقد أن المجتمع الدولي متورط في هذا الأمر، ونحن عندما نقول أن ظاهرة الإرهاب لن تختفي عن عالمنا ربما لعقدين أو ثلاثة عقود من الآن، نحن نرتكز إلى أن المجتمع الدولي فشل حتى هذه اللحظة في تعريف مفهوم الإرهاب، بل فشل في مواجهة التنظيمات المتطرفة، بل يقوم بدعم هذه التنظيمات، بل يقوم باستثمار هذه التنظيمات في المنطقة. وأعتقد أن هناك دول كثيرة هي ترغب في وجود الحوثيين وفي انقلابهم وتدعمهم لأنها ترى ضرورة استثمار جماعات العنف والتطرف في المنطقة بما فيها التنظيمات الشيعية مثل حركة الحوثيين. وبالتالي هذا يجعلنا نعيش في هذه الظاهرة ربما لعقود طويلة في المستقبل إن لم يصحو المجتمع الدولي ويكون لديه إرادة حقيقية لمواجهة أي سلوك إرهابي سواء خرج من جماعات متطرفة سنية أو شيعية أو حتى من دول
داعمة للإرهاب. جميل، أرجو أن تبقى معي أستاذ منير، وأشرك معي عبر الهاتف الأستاذ عادل نعمان الصحفي المتخصص في الجماعات الإرهابية. مرحبا بك أستاذ عادل. أستاذ عادل، يعني الذي يتابع والمتابع للشأن اليمني يرى بأن قرارات مجلس الأمن خصوصا خلال العام يعني 2015 شددت على عدم توريد السلاح للحوثيين، لكن من خلال البيانات التي طالعتنا بها البحرية الأمريكية تتحدث عن ضبط قرابة 8 شحنات سلاح. يعني لماذا هذه الإزدواجية في المعايير وعدم الوضوح أمام الرأي العالمي وتصنيف هذا الفعل بأنه مقوض للأمن والاستقرار في اليمن؟ شوف يا سيدي، تحياتي لحضرتك والشعب اليمني العظيم وللثورة في اليمن. أهلا وسهلا. لكن لا يغيب عن ذهننا للحظة واحدة أنه ليس هناك سياسة صادقة بنسبة 100%. ما هي الأسباب؟ هناك مصالح. هناك محاولات لإشعال المنطقة بطريقة أو بأخرى في مكان غير مكان الآخر. فمن الممكن أن إحنا نصنف جهة تنتمي فكريا لدولة زي إيران زي حزب الله في اليمن على أنه جماعة إرهابية، ولا نصنف الحوثيين في اليمن على أنه جماعة إرهابية أخرى. هي الفكرة أنه السياسة عمل قذر وعمل غير شريف وعمل غير أمين في النهاية بما يصب من مصلحة لأمريكا أو غير أمريكا. فإذا كان الإبقاء على الحوثيين على هذا النحو على هذا الشكل للضغط على المنطقة بصورة أو بأخرى للاستفادة، يبقى ما فيش مانع أن احنا نضغط وندوس قوي على الآخر ونظهر للناس أن احنا ضد الحوثيين وإحنا من تحت الترابيزة سايبينهم يود إيران تودي السلاح إلى الحوثيين. وإياك أن تحسب للحظة واحدة أو يظن نظام أن هناك أنه ليس هناك تواطؤ ما بين أمريكا وبين إيران نفسها. يبدو أمام الجميع أن هناك ضغط أمريكا على إيران، لكن أمريكا تعرف جيدا مصلحتها فين، كيف تضغط على إيران، كيف تخيب دول الخليج، كيف تضغط على دول الخليج وتضغط على إيران بما يضمن مصلحة هؤلاء. ولذلك أنا بقول أنه علشان نستكمل ملف القضية اليمنية على اليمنيين أنفسهم أن يتقدموا للعالم وللجهات المسؤولة في العالم جماعة بملف هذه المذابح وهذه الانتهاكات الصارخة اللي بيعملها الحوثيين في اليمن. أستاذ عادل، هل ترى بأن الموقف الحكومي ليس بالشكل المطلوب في خصوص يعني فضح هذه الميليشيات أمام الأشهاد وتقديم ملفات تتعلق بحقوق الإنسان والانتهاكات التي مارستها في اليمن منذ أكثر من 5 سنوات؟ عايز أؤكد لحضرتك أنه القضية مهمة جدا، وصاحب القضية وصاحب الرمة زي ما بيقول هو المسؤول رقم واحد عن إظهار هذه المصيبة التي يتعرض لها شعبه، ليس بالاستجداء وليس بانتظار أمريكا أو الأمم المتحدة. لابد أنه يطلع الملف ده يجوب العالم كله، دول العالم، حكومات العالم، المنظمات السياسية، المنظمات الشعبية، المدنية، المنظمات الحقوقية، بحيث أنه هذه الملفات تجوب وتسرع الخطى في أنه يبقى نوع من الضغط الشعبي العالمي على المنظمات السياسية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن وزيره المسيس. خلي بالك أن هذه المنظمات كلها هي منظمات في الآخر مسيسة، اللي بيصرف هو صاحب القرار، اللي بيدفع فلوس كتير في أي مكان هو صاحب القرار وصاحب الرأي. ولذلك أنت علشان قضية اليمن قضية تأخذ رجة وهزة عالمية قوية، هذا الملف مسؤولية الحكومة في اليمن، مسؤولية الشعب اليمني، مسؤولية الناس في اليمن أنه هذا الملف يظهر على السطح. يا أخي الفاضل، نحن في مصر هنا لا نعرف عن القضية اليمنية شيء على الإطلاق. من المسؤول؟ أنا كمواطن مصري، احنا عايزين الملف ده يجوب العالم، الفضائح دي توصل للعالم، ما تبقاش قاعدة زي ما بنقول احنا في مصر هنا قاعدة مصاطب منا وبين بعض. أنا عايز القضية دي يسمعها غيري ولا أسمعها أنا، مش الأمم المتحدة، العالم كله. وهذه قضية شعب. لما النهاردة تقول إن اليمن فيها 18 مليون تحت خط الفقر يعانوا من هذا الإرهاب الحوثي وهذه المنظمات الإرهابية، لازم صوتكم يبقى مسموع. مش هننتظر أمريكا، أمريكا لن تحل مشكلة اليمن إلا إذا كان حل مشكلة اليمن فيه مصلحة لأمريكا. ما فيش مصلحة لأمريكا في حل مشكلة اليمن وإبقاء الوضع ساخنا
علشان ابتزاز دول الخليج سيظل حل دائما على هذا الوضع اذا رغبوا في ذلك. نعم. وارجو ان حضراتكم تتفهموا يعني حديثي جيدا. نحن نعيد الشعب اليمني ونرى انه المصيبه في اليمن هي مصيبه لنا احنا كمان، يعني كل ما يؤلم الشعب اليمني يؤلمنا احنا ويؤرق مضاجعنا، لكن القضيه في النهايه هي قضيه المظلوم ان يرفع صوته صارخا ظالما في مواجهه العالم، وان يبدي للعالم هذه القضيه بوضوح، ما يسيبهاش تبقى قاصره. نعم. على امريكا، امريكا لن تتعامل مع القضيه اليمنيه الا اذا كانت قضيه مربحه للامريكان. نعم. أرجو أن تبقى معي أستاذ عادل، وبالعودة إليك أستاذ منير، يعني القضية قضية ميليشيات الحوثي لن يقتصر أذاها فقط على اليمنيين فحسب، مثلا موضوع ناقلة النفط صافر ستهدد ب يعني مشكلة في البحر الأحمر والدول المطلة على البحر الأحمر بما فيها مصر، يعني إذا انفجر اللي هو الخزان النفطي صافر والذي تحاول ميليشيات الحوثي استخدامه كورقة ضغط وابتزاز للدول الإقليم. كيف تنظر إلى هذا العبث الحوثي خصوصا أنه يهدد المنطقة برمتها؟ نعم، ولذلك نحن عندما قلنا أن هذا الإرهاب يمثل تهديد للأمن القومي العالمي وليس العربي أو الخليجي كنا صادقين أو كنا دقيقين فيما قلناه. الحوثيون لا يهددون أمن المنطقة العربية ولا يهددون أمن اليمن فقط، وإنما يهدد الأمن والسلم الدوليين، بل يهدد الملاحة الدولية والملاحة البحرية، الملاحة العربية والخليجية. نحن عندما نقول أن هذه التنظيمات هي تنظيمات إرهابية فتحت هذا العنوان نحن نستطيع أن نقول كثيراً أن هؤلاء يهددون الإنسان بكل مكونات ما ذكرنا، وبالتالي قد تفاجأ بأنهم يقتلون اليمنيين بني جلدتهم، أنهم ينقلبون على الشرعية والدستورية، وأنهم قد يهددون الملاحة، أنهم قد يتعاملون مع إيران وربما يجعلون المصلحة الإيرانية فوق المصلحة اليمنية. كل هذه الأمور تعبر عن تطرف الحوثي، ولذلك المجتمع الدولي أخطأ كثيرا عندما غض الطرف عن السلوك الحوثي وانقلابه في اليمن، وما زال يفعل ذلك لأن هذا الأمر المجتمع الدولي يعتقد أن خطره فقط يقع على اليمنيون، وهم بمنأى عن أي عرض ربما يتعرض إليه المجتمع الدولي، ولكن ها هم الحوثيون الآن يعتدون على السفن وعلى ناقلات النفط وعلى ناقلات النفط. أستاذ منير، أنا أستثمر وجودك بما أنك متخصص في شؤون الجماعات الإرهابية الدينية، يعني أنت تعلم أن الجماعات الإرهابية الدينية تحاول تجنيد الأطفال، وميليشيات الحوثي تمارس ذات السلوك، يعني منظمة حقوقية مؤخرا تقول بأن ميليشيات الحوثي جندت قرابة 30 ألف طفل. أيضا هناك تجريد فيما يسمى بالجانب أو الكادر النسائي من خلال ما يسمى بالزينبيات. كيف تنظر إلى جعل اليمنيين يعني قنابل موقوتة ومفخخة ممكن تنفجر بأبناء جلدتهم؟ نعم، هذا هو سلوك المتطرفون، هذا هو سلوك التنظيمات المتطرفة التي ربما ظهرت على منطقتنا ربما في العقود الماضية. هؤلاء يجندون زوجاتهم وبناتهم، وأعتقد أن الحوثي فعل ما تفعله داعش، هو سمى هؤلاء بالزينبيات، بينما التنظيمات الأخرى ربما سمت تسميات أخرى مختلفة، ولكن هو نفس المضمون. وأعتقد بدءا من حركة الإخوان المسلمين ومرورا بالقاعدة وداعش استغلوا براءة الأطفال وجعلوهم مشاريع كما يقولون للشهادة، ولكن هم للأسف الشديد استخدموهم في التفجير وفي القتل وفي المراقبة وفي التجسس وفي نقل الأسلحة، وأيضا أدخلوهم في أتون الصراعات المسلحة،
وبالتالي هؤلاء المتطرفون الذين ينظرون إلى المرأة بهذا الشكل وإلى الطفل بهذا الشكل وهم يعتقدون أن هؤلاء يذهبون إلى الجنة، أن هؤلاء سوف يدخلون من أبواب الجنان المفتوحة، وهذا يخالف العقل والمنطق والدين ويخالف القوانين والدساتير الدولية العالمية التي تناصر المرأة وتناصر الطفل وتناصر حقوق الإنسان، لكن هؤلاء انقلبوا على كل شيء، على الشرعية في اليمن وعلى نصوص والمواثيق الدولية التي تحترم الإنسان والمرأة والطفل. الأستاذ منير أديب المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية الدينية، شكرا جزيلا لك على كل الإيضاحات. أستاذ عادل، يعني البرلمان العربي قبل نحو سنة من الآن كان قد طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتصنيف الحوثيين يعني في قوائم الإرهاب، لماذا لا يستجيب المجتمع الدولي لمثل هكذا نداءات ولهذا الإجماع العربي؟ بص يا سيد الفاضل، إذا تحدثت عن المجتمع الدولي يبقى إحنا صنفنا أن المجتمع الدولي حر في اتخاذ قرار، وده غير حقيقي. المجتمعات الدولية ليست حرة في اتخاذ قراراتها بتحكمها سياسة المصالح بعضها مع بعض، تكتلات تكتلات. فتقدر تقول أنه من السهولة جداً أنه يتم التأثير بصورة أو بأخرى من دولة زي أمريكا أو إنجلترا أو ألمانيا أو غيره على هذه المنظمات العالمية وعلى هذه الدول، بحيث أن تخالف رأيها وتخالف عقيدتها وتخالف معتقدها وتخالف ضمائرها، لأن في النهاية المسألة مسألة مصالح. العالم النهاردة لتتشابك مصالحه بصورة خطيرة جدا، السياسة مع الاقتصاد مع غيره من الأمور، ما فيش فصل على الإطلاق بين الأمور السياسية والاقتصادية، في إملاءات النهاردة بالتم. هي المشكلة إنه لماذا لا يستجيب العالم؟ هقول لحضرتك، نعم إحنا قعدنا فترة طويلة جدا تصنف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية إلى بعد جهد جهيد، ده اللي المطلوب من الحكومة في اليمن الديمقراطية الصحيحة، إن هي فعلا تبدأ الخطوة من هنا. الخطوة تبدأ من قوة وإرادة الشعب اليمني وحكومته في إملاء رأيها على العالم. وأنا هقول لحضرتك على حاجة، إنه مشكلة اليمن هي مشكلة أكبر وأعظم وأخطر من مشاكل عربية كثيرة جدا أخذت باعا طويلا في الإعلان وفي الدعاية أكثر مما يجب. يعني أنا شايف إن مشكلة اليمن أشد وطأ من مشاكل كثيرة جدا عليها بروباجندا شديدة وصعبة جدا، لأنه مصالح العالم هناك، مشاكل العالم هناك مش في اليمن. إحنا عايزين نخلي مشكلة اليمن كيف ندولها، تسليط الأضواء على اليمن وعلى جرائم ميليشيات الحوثي. إذن مهم جدا. الأستاذ عادل نعمان الصحفي المتخصص في الجماعات الإرهابية، شكرا جزيلا لك على كل المعلومات التي يعني زودتنا بها. وأيضا أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد جميح الكاتب السياسي المعروف. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا دكتور. يعني المتابع للشأن اليمني منذ 2015 يرى بأن قرارات مجلس الأمن يعني شددت على انسحاب الحوثيين من المواقع التي سيطروا عليها، تسليم السلاح، الانخراط في حوار شامل، لكن الميليشيات منذ ذلك الحين وهي يعني أدخلت البلد في أتون صراع الآن في عامه السادس يعني ومضت لتهديد الأمن والسلم الدوليين، يعني أين موقف الأمم المتحدة من هكذا سلوك حوثي مهدد للمنطقة؟ طبعا أخي العزيز، بعد التحية لك وللمشاهدين، الأمم المتحدة ليس لديها سلطة، هي مؤسسة دولية تدير المفاوضات أو تشرف على مفاوضات، وأحيانا تنخرط في عملية إدارة الصراع ليس أكثر. الذين لا يفهمون طبيعة وآليات عمل تلك المنظمات الدولية هم الذين يظلون في الحروب ويظلون في مشاكلهم الداخلية دون أن يصلوا إلى حلول، لأنهم ينتظرون الحل من الأمم المتحدة. هم لا يعرفون أن الأمم المتحدة لا تجترح الحلول وأنها لا تقدم الحلول وأن الحلول تأتي من الداخل غالبا، والحلول تفرض إما بطريق الحسم العسكري بالطرف الأقوى
أو تفرض بطريق التوافق السياسي الداخلي، ثم تأتي الأمم المتحدة للمباركة ليس أكثر. دكتور محمد، هل ترى بأن المجتمع الدولي عندما أوقف معركة الحديدة بأنه استدرج الجانب الحكومي ويعني مرر مخطط الميليشيات الحوثية من خلال يعني الاستئثار بإيرادات موانئ الحديدة وتبديدها كما تعلم من خلال الكثير من البيانات الحكومية في مصلحته وأيضا المجهود الحربي؟ طبعا لا يوجد أحد اليوم سواء في الحكومة أو خارج الحكومة إلا ويدرك بأن اتفاق ستوكهولم كان فخا نصب للشرعية اليمنية وذهبت إليه دون أن تدرك حقيقة أبعاده. كان تدرك جانبا من خطورته، لكن الجوانب الأهم تكشفت فيما بعد، بعد أن استولت الميليشيات طبعا بشكل كامل على موارد الحديدة، وبعد أن منعت القوات من دخول الحديدة، وبعد أن أسس الاتفاق لحالة من التشطي ولحالة من الارتياح الحوثي الذي مكن الحوثي من سحب مقاتلين من هذه الجبهة وإيصالهم إلى جبهات أخرى وتكبير الحروب في كل المناطق التي دخلها بعد أن سيطر تامة وبموجب الاتفاق على محافظته وعلى مدينة الحديدة. هذا محسوم من مسألة أن الاتفاق خدم الحوثي. دكتور، لكن السؤال الذي يطرح لماذا لا تتنصل الشرعية من هذا الاتفاق، خصوصا أن الميليشيات لم تلتزم ولا بأحد بنوده، يعني تسليم الموانئ، أيضا مثلا تسخير الإيرادات لتغطية رواتب الموظفين، الاتفاقيات الفرعية فيما يخص الأسرى، كثير من الاتفاقيات يعني تنصلت منها الميليشيات ولم تعرها أي اهتمام. إذا لماذا هذا الاتفاق يظل ملزما للجانب الحكومي؟ هذا صحيح، ولذلك نحن نقول بأن الذي يحسم الأمر على الأرض هو الذي يصوغ الاتفاقات. أخي العزيزة، منذ أن دخلت الأمم المتحدة وهي لم تقدم شيئا فيما يخص المجال السياسي، بين الفترة والفترة يرفع مبعوث الأمين العام إلى مجلس الأمن بإحاطته التي غالبا ما تكون ممتلئة بالكلام المطاط والعبارات السامية إنجاز التصوير التي لا تسكن ولا تغني من جوع، والكلام المكرور المعاد. يعني أنا أكاد من كثرة ما سمعت إحاطاته لمجلس الأمن أكاد أسرد هذه الخطابات قبل أن وهذه الإحاطات قبل أن يقولها، حتى لأنه يكرر نفسه. لكن يفترض أن تكون هناك إرادة حقيقية يمنية داخلية، سواء لدى القوات المشتركة في الساحل الغربي وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية وبالتنسيق مع التحالف العربي، من أجل قيادة حملة دبلوماسية وعسكرية متزامنة. لأن اتفاق ستوكهولم أصلا فقط، لماذا فقط؟ لأنه اتفاق مزمن، وبما أن الفترة الزمنية التي كان يفترض أن ننسق فيها الاتفاق لا تتجاوز الأسابيع الثلاثة دون أن ننفذ هذا الاتفاق، وقد مضت دون أن ننفذ، فذلك يعني بأن الاتفاق أصبح لاغيا. وفوق ذلك فإن مبعوث الأمين العام أجل تطبيق الاتفاق وتزمينه إلى أجل غير مسمى، لأنه كما قال في تصريح سابق لأنه الواقع الميداني يعوق الالتزام الزمني. دكتور محمد، كما تعلم أن الأمور يعني تجري وفق إجراءات معينة، يعني يفترض كي يتم إلغاء هذا الاتفاق لابد من مذكرة يعني خاصة بالحكومة اليمنية كي يتم إلغاء هذا الاتفاق، ومن ثم يعني السماح للقوات الموجودة على الأرض بالتحرك وتحرير مدينة الحديدة من هذا الصلف الحوثي. دعنا نكون واضحين أخي العزيز، وزارة الخارجية في قبل أشهر تقريبا، لا أذكر مدة بالضبط أو شهرين، يعني ألمح وزير الخارجية أو ذكر بأن اتفاق ستوكهولم لم يعد قائما. ولكن صحيح هذه كانت مجرد تصريح وزير الخارجية ولم يكن في مذكرة رسمية للأمم المتحدة، لكن الأجواء مهيئة للحكومة اليمنية بأن تقول بأنها لم تعد ملزمة باتفاق الحديدة. وأنا في رأيي وفي تقديري أن المقاتلين الذين لم يلتزموا أو الذين لم يستأذنوا هذا الطرف أو ذاك عندما قرروا الوصول إلى سواحل الحديدة، لا أعتقد أنهم ملزمون بأن يستأذنوا هذا الطرف أو ذاك إذا أرادوا أن يشنوا معركة تحرير الحديدة. دكتور محمد، يعني بماذا تفسر مؤخرا رضوخ الأمم المتحدة لمطالب الحوثيين
بإنهاء عمل مفوضها العبيد أحمد العبيد؟ أخي العزيز، يعني الحوثيون ليست هذه الأولى. عندما اعترضوا على إسماعيل ولد الشيخ، اضطر إسماعيل ولد الشيخ إلى أن يخرج بماء الوجه بدلا من أن يقال، وطلب من الأمم المتحدة في نهاية فترته أن لا يمدد له، لأن الحوثيين كانوا قد قرروا أن لا يستقبلوه وأن لا يجلسوا إليه وأن لا يعترفوا به مبعوثا للأمم المتحدة. وكثير من المسؤولين الدوليين بما في ذلك الجنرال كامرت الذي كان أول جنرال رئاسة لجنة المراقبة على وقت إطلاق النار، أو اللجنة التنسيقية التي تنسق وقت إطلاق النار في الحديدة، أيضا اضطر لتقديم استقالته بعد فترة وجيزة من توليه منصبه مراقبا دوليا بفعل ضغوط الحوثيين. دكتور محمد، المعذرة على المقاطعة، سؤال أخير بما أنه أدركنا وقت البرنامج، هل الحوثيين أصبحوا قوة لهذا الحد، أم أن هناك محاولة من المجتمع الدولي لإظهارهم بأنهم طرف قوي وبأنهم يعني قادرين يملوا شروطهم؟ الحوثيون ليسوا أقوياء، ولكن الجانب الشرعي هو الذي يعطيهم القوة، بما فيه الجانب الشرعي من ضعف وتفكك، وبما فيه من بعد عن الواقع الحال داخل اليمن، لأن أغلب الشرعية خارج البلاد، ونحن نقول منذ فترة طويلة عودوا إلى البلاد ستكسبون القوة بالعودة. الحوثيون ليسوا أقوياء، ولكن بالطبع إذا رأت الأمم المتحدة بأن الأوضاع في اليمن على تسير على ما هي عليه، فإنها في الأخير هي تنصاع للطرف الذي، أو الأمم المتحدة تضغط على الطرف الذي ينصاع لها، ولا تضغط على الأطراف التي ترفض إملاءاتها. الحوثيون يماطلون ولا ينصاعون بشكل جيد لضغوط الأمم المتحدة، فترضخ الأمم المتحدة لمطالبهم، بينما الجانب الشرعي غالبا ما يلبي متطلبات الأمم المتحدة والمبعوث الدولي. ولذلك الأمم المتحدة أو الوسيط الدولي أو المبعوث الدولي إذا رأى أن طرفا من الأطراف هو الذي ينصاع، فإنه بلا شك يكثف ضغوطه على الأطراف التي تنصاع، ويستجيب لإملاءات، ويستجيب لمقاومة الطرف الآخر الذي لا ينصاع. الدكتور محمد جميح الكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة. غدا حلقة جديدة من الصحافة اليوم، في أمان الله.